يعني ايه اسبوع ولا اسبوعين؟ الله، وفيها ايه يعني؟ بقولك ايه، اللي بيبدأها بتهاون بينهيها برضو بتهاون، واللي بياخدها بجد بتكون المصلحة هايلة في النهاية، وكفاية قوي السنين اللي ضاعت منك. يعني انا مش فاهمة، يعني انت عايزني اعمل ايه يا احمد؟ انزل محاضرات من بكرة؟ مش انا اللي عايزك تحضري من اول يوم، العقل والمنطق هما اللي بيقولوا كده. يا منال، ما ينفعش تفضلي عايشة حياة السهولة واللامبالاة اللي انت عايشاها دي. التأني والتأمل بيحموا الإنسان من الوقوع في نتائج مش مظبوطة. هو أنت كل ما نتكلم في حاجة اليومين دول لازم تلمحلي على غلطتي اللي فاتت يعني؟ أنا ما بلمحش على حاجة بعينها. يا منال، أنت إذا كنت غلطتي فده نتيجة أسلوب حياة ونمط تفكير لازم يتغير، لأنك لو فضلتي متمسكة بيه مش هتقعي في نفس الغلط، لكن اكيد هتقعي بغلطات تانية من نوع تاني. حاضر، اوعدك اني اغير من اسلوب حياتي خالص. طب ده شيء جميل جدا. بس انت توعدني بحاجة، انك عمرك ما هتتخلى عني. وانا من امتى تخليت عنك؟ ويا ستي عشان اثبت لك، انا هعدي عليكي بكرة ان شاء الله وانا رايح المحكمة، هوصلك للجامعة في طريقي. بس يا رب بقى تسيبي عربيتك وترضي تركبي عربية المتواضعة. يا سلام، ده انا اتمنى كده بقى تولدي في احسن مستشفى في لندن. لا يا حسين، خلينا زي ما احنا وانسى المبلغ اللي اتباع ده خالص. ليه يا حبيبي؟ احنا كده ولا كده مرتبين امر الولاده ده خلاص ومستعدين له، يبقى نخلي المبلغ ده هينفع في حاجه تانيه. احنا لسه المشوار قدامنا طويل. مش طويل قوي يعني، هو كلها ترمين ونخلص وننزل. ليه؟ هو احنا مش هننزل مصر غير بعد ترمين؟ لا طبعا يا حبيبتي، هننزل بعد ولادتك ان شاء الله، علشان يطمنوا علينا ويطمنوا على البيبي، وبعد كده ارجع انا وانت تمتحني امتحاناتك في مصر، وبعدين انت بتحصلين. بحسب لحسن انا لو ما نزلتش بعد الولاده هبقى ضيعت سنه تانية. بقول لك ايه، انت اللي رفضتي انك تنزلي امتحانات السنه اللي فاتت مش انا. اعمل ايه بقى، ما انا كان عندي شهور وحم وتعبانه قوي. وحم؟ صدقني منال برضو ما دخلتش امتحانات السنه اللي فاتت. غريبه قوي، طب ليه؟ لما بابا ونبيله قالوا لي سالتهم، قالوا لي انها كانت تعبانه، بس مش عارف كانت تعبانه من ايه. عموما هو البيت كله كده ما بقاش زي ما انا سبته خالص. ما تقلقش يا حبيبي، دي بس هواجس عشان انت بعيد عنها، لكن لما ننزل هتلاقي كل حاجه تمام التمام. يا رب يا سلمى. اهم حاجه عندي دلوقتي انك انت تقولي لي بالسلامه واطمن على القمر اللي جاي ده، وبعد كده نبقى ننزل نطمنه في مصر. هانت يا حبيبي، عقبال يا رب ما ننزل مصر بعد ما تخلص دراستك خالص ان شاء الله. انا عندي امل بعد ما اخد الدكتوراه الاقي شغل كويس في مصر، في جامعه، في شركه استثماريه. انا املي في ربنا كبير قوي. يا رب يا رب حقق لنا كل اللي نفسنا فيه يا رب. من امتى تخليت عنك؟ الو، مساء الخير، ممكن اكلم استاذ احمد؟ اقول له مين يا فندم؟ انا زبونه، هو عارفني. طيب لحظه، خليكي معايا لو سمحتي. تاكدي ان شاء الله الجلسه الجايه هيصدر الحكم، لان التاجيل النهارده كان طبيعي وبديهي. يا ريت يا استاذ، تحسن انا كده بقى تعبت على الاخر. لا ان شاء الله محلوله. ادخل. خير يا عبير، في حاجه؟ في تليفون، واحده بتقول انها زبونه وحضرتك عارفها. طب اقفلي السكه من عندك. حاضر. بعد اذن حضرتك لحظه واحده ارد على التليفون. الو، ايوه مين؟ منال. خير يا منال، في حاجه؟ امال متصله ليه؟ طب يا منال انا مش هقدر اتكلم دلوقتي عشان عندي شغل، ان شاء الله نتكلم في وقت تاني، مع السلامه. يبقى حضرتك تجيبي لي الشهاده بكره، وان شاء الله الجلسه الجايه هتكون اخر جلسه. صدقيني يا منال، انا بتمنى ان طريقنا يبقى مشترك. انا مش هركب معاكي الا اذا كان مشوارك هو نفس مشواري، لكن طول ما ليك طريق مختلف صدقيني هيبقى صعب قوي. انا سؤالي دلوقتي، تقدري تستغني عن ستايل اللبس اللي انت بتلبسيه ده؟ لا. اوكي خلاص. خلاص ايه؟ خلص الكلام. لا ما خلصش الكلام يا احمد.
أنا عارفة إني اخترت غلط من الأول، لكن لازم أكسبك وأرجعك